أزل أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إيزوران نتمزق اللي هو جذور الأمازيغية في هذه الحلقة بنجيب وزي ما عودناكم طريقة من جبل نافوسا جذر ثلاثي موجود في تقريبا كل التنوعات الأمازيغية ابتداء من سوى انتهاء ب وهي يال ياسياو أو لام سين واو السو واللي يدور معناها حول التغطية حول التغطية زي ما نبدو في كل حلقة نجيب أمازيغ الجنوب وطبعا نقصد بهم إموهاغ إمش، إمشاق آه، إلى آخره المهم عموما إموهاغ الجنوب آه آه عموما فنجد مثلا عند الهجار وإموهاغ عموما حقيقة إلس بمعنى ارتدي أو اكتسي وسلس يعني غطي وهي آه يعني نفس الجذر هذا ونفس الكلمة هذا نلقاها في سيوة خلينا نمشي في أقصى الشرق نجدها عند سوى معليش سامحوني نبي نوقف لحظه بس نبي صحيح اني مرات ما نذكر في بعض المناطق الامازيغيه وما فيش داعي اني نذكرها كلها غالبا نقول جلها او بعضها او كذا ولما تكون واحده تحتاج الى تخصيص نخصص فيها فمش المقصود هو تعداد كل تنوع مزيغ بحد ذاته او اي شيء وانما نقصد به اللي هو يعني الاحاطه باللي نقدروا نحيطوا به. فمثلا لما نقول جبل نفوس يعني غالبا نقصد على الاقل في ذهني ندخل معاهم في في تونس مثلا من دهيبة وشنني ودويرات بل حتى جربه ندخل فيها وداخل الحدود الليبيه كذلك ندخل في زواره لما نقول جبل نفوسة والحقيقه المصطلح حتى مش دارج ولكن لما نقول مثلا تشلحيط تشلحيط تضم منطقه واسعه جدا 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 في بعض المناطق موجوده الكلمه احيانا مش موجوده او تتغير تغيير طفيف. في نفس الشيء في نفوسه لما نقول نفوسه راهو نقصد كل هذه المنطقه ابتداء منكم من طامزرت في اقصى الغرب انتهاء بزوارة على الساحل وجزيره جربة. فالفوارق في هذه التنوعات راهي تكاد تكون معدومه وهذا طبعا زي ما قلنا ينطبق على منطقه القبائل الكبرى والصغرى تشلحيت عموما يعني مناطق كثيره على اي حال غير حبيت بس ننبه ان مش مقصود نذكر منطقه بدون نذكر المنطقه الثانيه وهذا ربما يعني يسبب في نوع من الحساسيه عند البعض على على ايه نجد في هذا الجدل بنفس المعنى في غدامس مثلا تملساء وتملساتين يعني نلقوه مضيق في المعنى متاع عند مصاب مثلا ورقلة أحيانا لما نقول مصاب راهو غالبا يشبه ورقلة لكن آآ إلا إذا خصص ففي مزاب مثلا الفعل السي بمعنى الضغط، لكن في الجلد بس تغطيه بإحكام بالجلد أو بكذا في تمازيغ تتاشى الحيط والقبايل موسعة التو... وشوية كذلك موسعة توسيع كامل فهي تعني ارتداء الثوب او ارتداء الحذاء او ارتداء اي شيء التغطية بأي شيء نلقو مثلا في الريف وصنهاجة وأظن حتى في جيجو إلى آخره نجد اللامراء غالبا زي هي العادة دائما يقلبو في اللامراء راء فنجد مثلا إرس مش إلس إرس فبل احيانا بعض التنوعات يحذف حتى في هذيك فتصبح اس علي حال هذا من باب عشان اسمها وهذا تكلمنا عليه في اللغويات على فكره بتمعن وتكلمنا عليه كل الاسباب اللي تجعل الكلمات تتغير من تنوع الى اخر تكلمنا عن المورفولوجيا تكلمنا على علي حال تكلمنا على كل هذه النقاط اللي مش لازم نعودوها هني طيب آه بعدين نجد اسلسو وتجمع على سلسة هي الملابس الداخليه عند الهكار نجد كذلك الغمد للسيف اه الغمد هذا السيف او الخنجر السي والسان نجد عند امازيغا في شمال في الاطلس المتوسط اللي هما السلس الاطلس كبيرة اظن السلس واي سلسة اللي هو اللباس الفاخر نجد كذلك السي السي اللي هو غلاف الكتاب كذلك نجد كذلك تلسوت نوع من الأغطية للنوم طيب هنا تكلمنا على كل هذا لكن في حاجة شايفين الطفرة هذه اللي تشي في العين البيضاء هذه اللي هي تسبب في غشاوة في العين أحيانا تسمى في تمازيق تسلسوت و تيسلسة نلقوا مثلا في 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 الجلد الدمل يسمى أو الدبلة في العربية اللي هي حبة تطلع تحت الجلد ها يعني بتكون مغطاة بالجلد تسمى ايول <applause> سيسن في 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 المعدة كذلك نلقوا تسل سيت اللي هو الغطاء نتاع الشحم هذاك اللي يدير على البطن من غير شو اسمها هذا اغز ديس وغيرها لا لا, لا هذه شحمة على البطن نفسها اللي ياكلوا في الاسبان يعرفوا شنو نقصد او اللي يطيبوا فيه من النساء أه كذلك في الشعر على فكرة آه موجود حتى في الحيوانات آه بما اننا نتحدث عن الحيوان مثلا نجد آه الذرف اللي هو يسموه فيه شدنج بالانجليزية اولا اللفعة مرات ما تلقاهاش لكن تلقى الجلد نتاعها شفاف هيك وملوح في الطريق هذاك الشدنج آه نقولوا له غير ولا تملساننتلفسة اللي هو جلد الثعبان آه نيجو مثلا عندما نتكلم عن الحيوان مازال جزء الصوف آه،, آه تلسة وهذا تكلمنا عليه في اللغويات آه، تلسة اللي هي الأضداد في اللغة مثلا في حتى في العامية عندنا في شمال أفريقيا نقول البراد سخان ونقول آه، الأعمى بصير ولا آخره في الأضداد هذا من باب التفاؤل فتسمى تلسة آه، تلسة عفوا اللي هي الـ 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 الصوف بتاع الحيوان آه، يسمى الظلام آه، تلست آه وهو يغشى النهار وربما يكون هذا من نفس الجذر كذلك آم التلج مثلا لما يغطي الأرض آه يسمى تيلست آه أحد أسماءها آه اسمها طبعا معروف آه اللي هو أدفل آم عندنا كذلك آه تملستامورت بمعنى تغطت آه نضيف هذا المعنى جميل جدا يعجبني إن حقيقة المعنى هذا اللي بنجيبه لكم توه اللي هو عند الهجار نلقوا إملسي وإملسيتين اللي هي التهمة الباطلة ايميلسي سي سيتن اللي هي التهمة الباطلة يتهم بها الإنسان كأنه ألبسها ألبس هذه التهمة نلقوا على فكرة زي ما تكلمنا أكثر من مرة أحيانا نجد الفعل مقلوب ولكن يعود لنفس المعنى مثلا يا سيال نلقوا فيه كلمات هلبة يدور على نفس المعنى فمثلا نقولوا آه الحنة الخضاب نتاع الحنة مثلا أو الصباغة السمسل أه شفتوا السين قبل لا والفعل سمسل أه هداك اللي هو الغبار هذاك اللي يندرع على الفاكهة جماعة المزارع يعرفوا هذا الشيء أه ربك يدير في هذيك الغبر على الـ على, الـ على الفاكهه باش الشمس ما تكونش قويه عليهم بالخاص في المناطق نتاعنا اللي هي حاره جدا فهذيك الطبقه تسمى السمسل أه طيب عندنا كذلك تيسمسلت اللي هي اللي تعرفوا الفضة لما في أحجار كريمة هذيك النقشة باش تشد الأحجار الكريمة على الواحد نفسها تسمى تيسمسلت آه تغطي تلك الحجر الكريمة باش بالفضة أو عندي <applause> عندنا منطقة في يفرن اسمها إيسيلين اللي هو ايسلي اللي هي الكدية اللي هي الصخرة الكبيرة اللي تغطي مساحة زراعية كبيرة، يعني صخرة كبيرة تخلي الأرض مش صالحة للزراعة لأنها صخرة كبيرة هل. فهي تغطيها، أه نلقوا مثلا في المطبخ اسمسال واسم سالم اللي هو القماش هذاك اللي يسمى القفالة أظن بالعربية، عرفتوا الكسكاس والطنجرة بيناتهم في قماش يربطوا فيه، هذا القماش يسمى اسمسال واسم ونجد هذا في نفوسه كما نجده في اقصى الغرب التاسعه احيانا الغطاء تاع الكده مش نقولوا له ادن والعدل والى اخره هذا كي يسمى كذلك سمسل في بعض التنوعات الامازيغيه اذا نلجو هذا الفعل في العموم يدور على هذا المعنى معنى الاغلاق معنى القفل معنى التغطيه يعني تعني كذلك الارتداء والى اخره على أية حال إن شاء الله تكونوا استفدت من هذا الجدر وإلى حلقة أخرى في جدر آخر من جذور الأمازيغية تنمّر نون أسرع